ايه اللي معاك هنا لغايه دلوقتي؟ لو انت استنيك احضر لك لقمه. ما انت عارفه ان انا بتعشى واقف. ما انا قلت يمكن تعوز من اي حاجه. عاوز منك ايه يعني؟ اتفضلي روحي نامي، انا ورايا شغل هخلصه. هو انت شغلك ده ما بيخلصش ابدا؟ ايه ده يا سعديه؟ انت من امتى بتكلميني باللهجه دي؟ انا زهقت خلاص بقى، فضيا مش عارفه اقعد معاك خالص. يا اما بره يا اما بتكتب، ولا انا عارفه بتعمل ايه بره، ولا انا فاهمه بتكتب ايه جوه. يبقى الاحسن لك انك تسكتي خالص. اسكت؟ اسكت ازاي وانت بتبعد عني يوم عن يوم؟ ما تفهمني انت عايز توصل لايه؟ بقولك ايه؟ انا اجي انا اعملي معروف، انا ورايا شغل. فهمني شغلك ده، انا عايز اعرفه. هتعرفيه ازاي بقى ان شاء الله؟ اذا كنت ميح، لا بتعرفي تقري ولا تكتبي. طب علمني يعني، علمني. يا سلام، فضيلك انا بقى عشان اعلمك. ليه يا احمد بقيت بتكلمني بالطريقه دي؟ ليه يا احمد بتعاملني بالاسئله دي؟ فاكر يا احمد قبل كده؟ فاكر كنت بتقول لي ايه؟ فاكر الكلام الحلو يا احمد اللي كنت بتقوله لي؟ لا انا مش فاكر حاجه. افكرك. الله، ده انت ظاهر فاضيه بقى، نمتي واستريحتي وقايمه عايزه تعملي حفله ذكريات. بقول لك ايه؟ انا ورايا شغل لازم اسلمه الصبح ومش فاضيه. يلا عشان اشتغل، صباح الخير. يلا. انت من اهلي. مش مجرد اني اكون مع مين فيكم، لا، القضيه اكتر من كده بكتير، تتعلق بيا انا شخصيا. احنا كلنا كنا في كليه واحده و... اتخرجنا مع بعض، كل واحد فيكم عرف طريقه، حتى صبري اللي ما كانش باين له طريق. صبري يا خساره، يا صبري خيب املي فيه. كنت فاكره شاب وطني وعنده مبادئ، لكن للاسف سقط في اول امتحان، خاف وهرب. واللي بيخاف ويهرب ما يبقاش مؤمن بمبادئه. كان مجرد تظاهر، حلية بيتزين بيها قدام الناس. على فكرة صبري وأحمد لطفي من طراز واحد. صحيح صبري ما بيعملش زي أحمد لطفي لأنه ما عندوش إمكانيات ولا مواهبه، لكن ما عندوش مانع أبدا إنه يجاري الجو ده. برضه يبقى عارف طريقه، برضه يبقى اختار بنفسه. صبري من الأول عارف إن إمكانياته الصحفية ضعيفة، لكن أنا راحت فين طموحاتي؟ راح فين كل اللي كنت بحلم بيه؟ لانك بتنهار، بتنهار يا علاء قدام اي عقبه تقابلك، والاصرار جزء من الموهبه. ابعد عن انصاف الحلول وانت تلاقي نفسك. خدي الحجاب ده حطيه تحت راسه يجي يومين كده وهتشوفي مفعوله. ان ما كانش احمد هيرجع زي الاول واحسن كمان، ما بقاش انا منواعي. يا ريت يا اختي. اما يا ام نواعم، بصحيح لو كان كلامك حقيقي حلاوه الدنيا مش هتغلى عليكي. هيحصل يا ست سعديه، والله هيحصل، بس انت تجدعني كده وهاتي له حته عيل كمان. ده مفيش حاجه تربط الراجل ببيته الا العيال. صحيح، يعني فكرك كده؟ طبعا، بس انت تنوي كده وبقول ام نواعم قالتلي. هه، اقعدي بالعافيه بقى. الله يعافيك يا ام نواعم، خدي حلاوتك اهي. ودي بس التعب ده. مع السلامه يا منى. الف مبروك يا استاذ جمال. الله يبارك فيك. شكرا قوي. الف مبروك. الله يبارك فيك. الف مبروك يا استاذ. الله يبارك فيك. بخير. ايه المباركه دي كلها؟ مش تبارك لاخوك جمال؟ بمناسبه ايه يعني؟ الاستاذ جمال بقى المحرر السياسي للمجله. المحرر السياسي؟ اخيرا يعني هنلتقي احنا الاثنين ككتاب مع بعض. مش فاهم. انت مش بقيت المحرر السياسي؟ خلاص؟ طب ما انا كمان بكتب عن الفنانين. ايوه صحيح. ما هما الاثنين يا استاذ ما يفرقوش عن بعض. السياسيين برضه بيمثلوا. بس بيمثلوا على الشعب
بوعودهم الكذبه الغريبه دي. انا مهمتي بقى اني اكشفهم قدام الجماهير. مش هتقدر يا صديقي الفاضل، لان وسيله السياسيين في التاثير على الجماهير اقوى بكتير جدا منك. مسؤوليتي ككاتب سياسي مراعاه الحقيقه بدون تحيز. عارفه في الحاله دي هيكون مصيرك الفشل الاكيد، وانا مستعد للمصير ده. بس على فكره طول ما ده معايا مفيش اي حاجه في الدنيا ممكن تخوفني. شوفوا جمال رشدي بيهاجم الحكومه بيقول ايه. بيقول ايه؟ ورينا كده. لقد نادينا منذ اليوم الاول بان تكون حكومه ثوره، فاين هي الثوره؟ اخشى ان اقول ان الحكومه تخشى تحرك الشعب اكثر مما يخشاه الانجليز. وايه ايه يا ابني ده؟ ده كلام خطير جدا اللي انت كاتبه ده. انت مش خايف يا جمال ولا ايه؟ انا سبق قبل كده وقلت لك ان انا ما بخافش من حد، مفيش حاجه تخوفني. ألمي ده عبد أفكاري ومبادئي وبس. ألمك عبد، بس خلي بالك إن العبد ده أحيانا يحب يتحرر من العبودية، ينطلق. لا ما تخافش على ألمي، هو بيلاقي في عبوديته أكبر حرية ممكن يحصل عليها. ألو؟ أهلا يا حياتي. أهلا أهلا، وحشاني جدا. ها؟ عجبك الموضوع اللي أنا عملته؟ شفتي صورتك نزلت قد ايه؟ لا لا لا، العفو العفو، احنا نحب نخدم وبس. نعم يا عنيا، تحت امرك يا روحي. امتى؟ اوي اوي، حاضر، بكره هكون عندك. طيب خلاص، ما تزعليش قوي كده. لا الليله، الليله هكون عندك ان شاء الله. مع السلامه. على فكره يا احمد رصي، ككاتب فني ما بتحسش ان ليك دور في المعركه اللي قايمه على ارض القناه؟ ما بتحسش ان ليك راي في الثوره اللي لازم تقوم وتخلص البلد من الظلم والفساد والملك؟ الله يا ابني، ثوره ايه وفساد ايه؟ البلد زي الفل، ده حوادينا في داهيه. بقول لك ايه، انا بكتب في الفن وبس، ماليش دعوه بحكايه السياسه دي. ما هو الفن لازم يكون فيه سياسه، زي السياسه ما لازم يكون فيها فن. وعن طريق الفن تقدر توصل لمشاعر الناس واحاسيسها. حرام عليك، حرام تضيع مجهودك في روتشات فنية ما بتخدمش الا صاحبة الصورة وبس. أنا سهام صدقي بطلة الفيلم، تصور يا تجاهلني ما كتبش عني ولا كلمة. دي حاجة لا يمكن أسكت عليها ولازم أضع لها حد. شكرا فهمي بيه. معقولة يا فندم كده؟ طب على الأقل فنجان قهوة. بعدين بعدين. يا مصطفى دخيل، وأنا راجل واقعي، والواقع بيقول ايها الاديب الكبير ان السلطه اقوى، والرجل الذكي لازم يكون مع الاقوى. عشان كده يا احمد يا لطفي احنا مع الشعب. مع الشعب، الشعب هو القوي وهو صاحب السلطه. اتفضل استاذ احمد، استاذ سامي عاوز حضرتك. عايز انا؟ ايوه. طب اتفضل، اكيد هيشكرني على المقال الاخير. دي هجيب لكم الاخبار اول باول. الواحد يا اخي بيأسف انه يلاقي زميل افكاره بالشكل ده. مش قادر يفهم ان في ايده سلاح، كلمته اقوى من طلقه البندقيه. سيبنا من الكلام ده دلوقتي، وريني وكالات الانباء قايله ايه عن اجتماع ايدن مع وزير الخارجيه محمد صلاح الدين. انا مش فاهم يا اخي، ازاي سامح لنفسه يصافحه بايده في الوقت اللي الانجليز بيصافحوا فيه المصريين بالرصاص في الاسماعيليه؟ يا سعادة البي، أنا أرجوك أتوسل إليك اديني فرصة تانية. لا تقول لي تانية ولا تالتة، أنا سبق قبل كده حذرتك ونبهتك واديتك آخر فرصة. أظن مش ذنبي بقى إنك ما قدرتش تدرك الموقف وما حاولتش تصلح من نفسك وتبتدي صفحة جديدة بحياتك الصحفية. طب أنا قاعد سعادتك، إن اللي حصل ده مش هيتكرر يا سعادة. أرجوك كفاية، أنا آسف، سمعة الجورنال عندي أهم من أي اعتبارات تانية. طب أنا هقول لسعادتك حاجة، لو ممكن يعني أنا أسيب الكتابة في الفن وأكتب في أي حاجة تانية. يظهر لسه ما فهمتش كلامي. المسألة مش إنك تكتب في الفن أو ما تكتبش في الفن، المسألة مسألة مبدأ، ولازم تفهم كويس قوي إن الألم ما بيختلفش سواء كان في الفن أو كان في السياسة أو حتى في الحوادث. إذا كان صادق هنا هيبقى برضه صادق هنا.
انا سبق قبل كده قلت لك ان القلم مسؤوليه والصحفي لازم يكون على مستوى المسؤوليه دي، لكن للاسف ما استوعبتش كلامي. الدرس الأول الذي يجب أن تتعلمه الحكومة ما يجري على أرض القناة الآن، وهو أن الشعب المصري في أوقات الحروب والثورات تتوحد كل طبقاته، فلا غني ولا فقير ولا كبير ولا صغير ولا قريب ولا بعيد، وإنما كلنا ثوار. جمال، انت لسه صاحي لحد دلوقتي يا نينا؟ وكمان عاملة الشاي بنفسك؟ اعمل ايه؟ ما انت مش عايز تريحني. انا مش عاوز اريحك يا نينا. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا ست الحبايب؟ مش عايز تريحني، مش عايز تتجوز وتريحني بقى؟ هي الحكايه كده. نفسي اطمن عليك يا حبيبي وشوف ولادك قبل ما بعد الشر عليك يا نينا. بس انت عارفه انا لازم اطمن على امي الكبيره الاول. احساسي ناحيتها بالمسؤوليه مخليني ما افكرش في غيرها. يعني ايه يا ابني؟ مش ناوي تتجوز ولا ايه؟ طب قولي لي انت مين ست ترضى بدره واخده كل وقتي وحبي وفكري؟ دره؟ انت بتقول ايه يا ابني؟ مصر يا نينا، مصر. مصر هي اللي محتاجه لكل اهتمامي في الوقت الحالي وبس. مالك يا ايه اللي مزعلك قوي بالشكل ده؟ انا حضرت لك العشاء، قوم كلك لقمة. احمد انت مش بترد عليا ليه؟ سيبيني لوحدي دلوقتي بقى. لا واللي يقول لسعادتك على صحفي من النوع ده يبقى له مكافأة قيمة عندي. كويس، لا يبني عليها يا أستاذ. لا، بالليل أولا. أحمد لطفي. أحمد لطفي؟ مين أحمد لطفي؟ أحمد لطفي ده محرر فني في جورنال. يا راجل، بقول لك أنا عاوز محرر سياسي، تقوم تجيب لي محرر فني. يا أستاذ، استنى عليا شوية بس كده لما أكمل كلامي. اتفضل. أحمد لطفي ده جن مصور، جوكر، خطير جدا. يلبس كل الوشوش ويتلون بكل الالوان. ده كان زميلي في كليه الاداب. انا هقول لحضرتك بقى على حاجه صغيره من اللي كان بيعملها واحنا تلامذه. كان عايز يوصل باي شكل، وكان عايز يخش في زوارق الاساتذه باي طريقه. كان يروح للاستاذ من دول ويقعد يقول له الاستاذ الفلاني قال عليك كيت وكيت وكيت وكيت، يقول له بس ايه انا رديت عليه ووقفته عند حد وما خليتوش يكمل بقيه الكلام. على طول يخلص الكلام ده من هنا وياخد الكلمه والاستاذ يقول رايه في الاستاذ التاني ويجري على طول على الاستاذ التاني يقول له ده فلان قال عليك وفلان قال عليك وفلان قال عليك بس ايه انا برضه وقفته عند حد وما خليتوش يعمل اي كلمه. كان بيعمل الاسلوب ده بقى مش مع الاساتذه، مع الطلبه والفراشين كمان. حتى دول كمان. مش بقول لحضرتك جن مصور وخطير وجوكر؟ الواد ده عايز يوصل باي شكل وباي ثمن. واحنا هنوصله. برضو يا احمد ما روحتش الشغل النهارده كمان؟ يا اخويا ما تقولي وتفهمني بس ايه اللي مضايقك ومعكنن عليك بالطريقه دي؟ افتح لي قلبك وفضفض. وعدها لك بقى. بقول لك ايه، انا مش طايق نفسي، مش عايز اسمع صوت. امشي من قدامي دلوقتي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا اخويا. الاستاذ احمد موجود؟
ايوه موجود. نقول له مين حضرتك؟ قولي له صديقه صبري. طيب حاضر، دقيقة واحدة ندهله. شكرا يا ستي. احمد، واحد بيسأل عليك اسمه صبري. صبري؟ ايوه. وده جاي ليه دلوقتي؟ جاي يشمت فيا يعني؟ ليه يا اخويا يشمت فيك ليه؟ انت فيك ايه تعالى؟ اسكتي، ما انت مش فاهمة حاجة خالص. وانت دايما يا احمد كده تكسر بخاطرك مني، لا بعرف قراية ولا كتابة. وبعدين بقى؟ اللي هنقوله هنعيده. اهلا. اهلا اهلا يا صبري. اهلا يا ابو حميد. خطو عزيز اتفضل. الله يخليك. اقعد اقعد. انت الحقيقة وحشني جدا، عشان كده عديت عليك النهاردة في الجرنان ما لقيتكش. والحقيقة انا اصلي ما عجبنيش الشغل معاهم، فاستقلت ومشيت. طب واللي يجيب لك شغلانة احسن؟ شغلانة احسن في حتة تانية يعني؟ ايوه، في جريدة الصباح. الصباح؟ على كل حال افكر واشوف. تفكر ايه وتشوف ايه يا استاذ؟ ده انا كلمت الاستاذ خيري عليك وقلت له انك احسن واحد ممكن تكتب في القسم السياسي. القسم السياسي؟ ده انت اكيد مجنون يا ابني. انا عمري ما كتبت في السياسه. وماله؟ ما تكتب، انت صحفي كويس جدا واسلوبك شيق وسلس وممكن تكتب في كل حاجه. انا مش عارف انت حابس نفسك في الفن ليه. وبعدين اسمح لي، يعني مهما ترقيت في صفحة الفن دي هتبقى ايه؟ الناقد الفني للمجلة؟ انما في السياسة تفرق كتير، يعني فرص التلقي قدامك اكتر، ممكن تبقى مدير تحرير، رئيس تحرير. رئيس تحرير؟ ادام هتكتب اللي يرضي عنك الناس الكبار. مين الناس الكبار دو؟ الناس اللي فوق، اللي في السرايا. انت عارف صديق باشا هو اللي بيصرف على الجرنان، وانت عارف علاقته شكلها ايه بمولانا الملك. بقولك يا صبري، ايه اللي مطلوب مني بالظبط؟ انا عايزك تجمع لي معلومات عن تحرك الخلايا. حاول تدخل بينهم وتعرفني هما بيخططوا ازاي. وفي كمان جماعات بيكونها ضباط الاحرار، عايزك تحاول تدخل بينهم وتعرف لي اسمائهم، اسماء الصحفيين اللي معاهم، وكل شيء يتعلق بيهم مهما كانت بساطة. تفهمني؟ طبعا طبعا طبعا، ده احمد ده ابو المفهوميه كلها. وزي ما قالك صبري، انا هعينك رئيس القسم السياسي في الجريده. انا ما قلتلوش حاجه الحقيقه، انما حبيت ان سيادتك تقوله بنفسك. بتقول ايه؟ احمد لطفي بيعرف يكتب في السياسه؟ احمد لطفي يقدر يكتب في اي حاجه. ايوه، بس ده تحليل سياسي مش اي حاجه. مين قالك بقى ان احمد لطفي هيحلل سياسه؟ احمد لطفي يا استاذ هينقل اللي اتياده عاوزين يقولوه. دي نكبه للصحافه. ايه اللي بيضحكك قوي كده؟ اصلك مش عارف، اصل انا اول واحد اكتشفت احمد لطفي ده ككاتب سياسي. ازاي؟ لما اخلص الروايه اللي بكتبها دلوقتي هتعرف ازاي انا تخيلته كاتب سياسي. الو؟ لا يا استاذ خير. ايوه، مش هطلب المقال بتحرير القاهره دلوقتي؟ حاضر يا فندم، حاضر جاي حالا. مع السلامه. احمد لطفي بيحيي الحكومه انها اعلنت الاحكام العرفيه بعد اليوم المشؤوم يوم حرير القاهره. وريني كده. شوف. على العموم دي حاجه مش جديده عليه، ده شيء كان لازم تتوقعه من واحد زي احمد لطفي. عشان كده كان نفسي توقعي ده يخيب. احمد لطفي اولا واخيرا مصري، ولا يمكن ينفصل عن الشعب المصري المظلوم اللي بيحاولوا دايما يتهموه في الحادث. ايه الحكايه؟ ايه اخبار احمد لطفي؟ مش عارف، بقاله مده فتش علينا ولا قدم لنا اي تقارير، مش عارف ايه الحكايه دي. هو مشغول الايام دي بموضوع اهم. وفي حاجه اهم مننا احنا برضه،
انا كلفته بمراقبة خلية جديدة عشان يشوف لنا ايه نواياه. ايوه بس ده لسه ما خلصت مهمة الجماعة السعديين. كان المفروض يقدم تقرير ليا من اسبوع وانا ارفعه لك. يمكن هيقدم التقريرين سوا. معقولة؟ ده بقى عبقري بقى. وهو كده فعلا. احنا مش هنقدر نوصل مصر للي هي عايزاه الا لما نتخلص من الملك والحاشية الفاسدة اللي حواليه، وده مش هيتم الا اذا حولنا البلد كلها لخلية سرية تطالب بانهاء الاحتلال. تفتكر يا احمد ايه انسب وسيلة لتحقيق اهدافنا؟ انا رأيي ان القوة الوحيدة المنظمة في البلد هي الجيش. الجيش لازم يتحرك والشعب يسنده من الداخل. هو ده الكلام المظبوط. انا هبتدي اتصل ببعض الضباط الاحرار ونتعاون معهم. ايوه بس لازم نتعرف عليهم ونقعد معاهم. كل واحد مكانه، فتش المكان. فتشنا المكان ما لناش حاجة. المرة دي عدت، المرة الجاية مش هتعدي. عرفوا مكاننا ده ازاي؟ قريت سعادتك مقالة جمال رز النهاردة؟ شفت بيهاجمني فيها بعنف ازاي؟ وهو مخلي حد مش مهاجمه اليومين دول. ابتداء من الملك لرئيس الوزراء لزعماء الأحزاب. مفيش حد فلت من قلبه. ايوه ما هو عايز يعمل لنفسه شعبيه بين القراء. وهو فعلا عامل لنفسه شعبيه وقصصه ونفعته كتير قوي في كده. تنفعه في ايه بس؟ طب ايه رأي سعادتك بقى؟ انا كتاباته كلها ما بتعجبنيش. فعلا في منتهى السطحيه. لا فيها عمق ولا تحليل علمي ولا شيء على الاطلاق. كل المساله انه بيحاول يلهب حماس القراء علشان يسقفوا له. خلاص رد عليه واكتب رايك ده فيه. أحمد لطفي عايزني أدخل سنة أولى في مدرسة الصحافة السياسية عشان أتعلم أصول التحليل السياسي، تصور؟ علشان كده لازم ترد عليه وتعرفه إمتى. لا، ما هو عايز كده، وأنا مش ممكن أحقق له مراده ده أبداً. مش ممكن أضيع وقتي ووقت قرائي في الحديث عن الصغائر. ألمي أسمى وأسمن من إنه ينزل للمستوى ده. مش معقولة الشتايم دي. دي مؤامرة سعادتك بيه. جمال رشدي عامل مؤامرة خير بيه. يعني هو اللي خلى القراء يكتبوا لك كل الجوابات دي؟ من المؤكد، ده محقق، والا ليه هو ما ردش عليا بنفسه؟ الو؟ اهلا وسهلا سعاده الباشا. اهلا وسهلا يا فندم. سعادتك تؤمر واحنا ننفذ على طول. بس طبعا صادق باشا ما يعرفش حاجه من الكلام ده. متهيألي يتقابل احسن. علشان اقدر اشرح لسيادتك كل حاجه بوضوح. هفوت على سعادتك في نادي السيراز الساعة 9. حاضر يا راغب باشا. مع ألف سلامة. مع ألف سلامة يا باشا. مع السلامة يا باشا. ما قلتليش هتكتب ايه بكرة؟ ايه يا أستاذ؟ تفكر في ايه؟ يا أخي في حاجة شغلاني أوي. هو صادق باشا اتصالح مع راغب باشا. ايه بقى الكلام الخايب اللي انت بتقوله ده؟ بقى في حد في مصر كلها ما يعرفش ايه اللي بينهم هما الاثنين؟ الكلام اللي انت بتقوله ده خطير. انت متاكد منه؟ يا سعاده الباشا بقول لسعادتك انا سامعه بودني وهو بيكلم. والله من قادر انطق الاسم، حقيقه يا سعاده الباشا مش قادر انطقه. يعني خيري بيلعب عليا انا وراغب. حقيقه يا سعاده الباشا انا مش طايق اسمع الاسم ده. انت عارف لو طلع الكلام ده مش مظبوط هعمل فيك ايه؟ يا سعاده الباشا انا مستعد لاي عقاب. ان شاء الله كل النتيجه ان انا اطرد من الجورنال او من الصحافه كلها. هو ده اللي هيحصل فعلا. انا كل اللي طالبه من سعادتك انك تتاكد من صحه اخواني. سعادتك اللي تهمني اولا واخيرا. ده انت ولي نعمتنا يا سعاده الباشا. تعال معايا. لا يا سعادة الباشا اعفيني انا من اللقاء ده. بقول لك تعال معايا. صديق
باشا. بكرة تسلم كل أوراقك لأحمد لطفي. أنا عينته رئيس تحرير. ايه ده الحاجات دي؟ سيبي الحاجات دي، سيبي كل الحاجات دي، قومي هنسيب الشقه خلاص. نسيب الشقه؟ هنروح فين؟ هنسيب الشقه والبيت والشارع والحي كله، هنسكن في حته نظيفه مع الناس اللي عايشين بحق وحقيقه. ليه بقى يعني؟ هو احنا مش عايشين ولا ايه؟ طبعا احنا مش عايشين يا سعدية. لا يا اخويا ما تقولش كده، احنا عايشين وكويسين والحمد لله. احنا كنا فين وبقينا فين؟ ما انت اصلك على نياتك، ما شفتيش الدنيا اللي بجد، ما شفتيش الناس اللي عايشين بحق وحقيقه، ما شفتيش العز والقبهه والفخفخه، دنيا تانيه، دنيا بحق وحقيق يا سعديه. يا اخويا احنا مالنا ومال الناس دول؟ خلينا على قدنا. قدنا مين؟ ده احنا كبار، كبار قوي 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 قد الناس دول واكبر كمان. خلاص انا من النهارده بقيت رئيس تحرير. عارفه يعني ايه رئيس تحرير؟ لا مش عارفه يعني ايه رئيس تحرير. يعني هو كل حاجه في الجورنال، هو اللي يؤمر وينهي، هو اللي يقول ده يتنشر وده ما يتنشرش. ابعت لي الاستاذ صبري. حاضر يا فندم. جاي. اهلا 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 سعادة الباشا، تحت امرك يا فندم. ايوه يا فندم انا قاعد بكتب المقاله دلوقتي. لا وده ما هقول سعاده الباشا، طبعا كنت حاضرها لسعادتك في التليفون قبل ما اوديها المطبعه. ايوه يا فندم. يا فندم نحن نستقي الحكمه من افواهك. ايوه جمع المفرد جائز. طب سعاده الباشا تؤمر باي حاجه؟ تحت امر جنابك. متشكرين جدا على التليفون. مع السلامة سعادة الباشا. ما تقعد يا صبري واقف ليه؟ في زرجانة في وشك كده، مش عايز تقعد؟ نقف لك احنا يا سيدي. مالك بس يا صبري؟ يا عم مالك؟ ارحمني. ثق ان انا ماليش علاقة باللي حصل ده. ايه انت متصور ان انا ممكن اكلم صادق باشا اقول له ورثة خالي وعيالي بداله؟ طبعا ده مستحيل لسبب بسيط، ان الراجل هو صاحب الجورنال، هو اللي بيصرف، يعني من حقه يتصرف في الجورنال زي ما هو عايز، يشغل ده ما يشغلش ده، احنا هنا كلنا تحت امره. انت ليه مش عايز تصدقني بس يا صبري؟ عايزني اقول لك ايه يا اخي؟ عايزك تحط ايدك في ايدي وتقول لي هتعاون معاك زي ما كنت بتعاون مع خيري. وبعدين خلي بالك من حاجه مهمه جدا، خيري يا استاذ كان ناوي يستغنى عن خدماتنا، كان هيتخلص مننا نهائي كده اهو. طب ليه؟ لسبب بسيط، كان هيروح يجيب شويه محررين من بتوع راغب باشا يشغلهم في الجورنال هنا بدالنا. صدقني بقى المره ده صبري. انا كان ممكن اصدقك بس يا خساره، انا عارف احمد لطفي كويس قوي. انت ازاي ما قلتلوش لغايه دلوقتي يا سعديه؟ خايفه يابا. خايفه من ايه؟ اتكلمي. اصل احمد بصراحة كده مش عايزني اجيب عيال تاني. استغفر الله العظيم. ودي حاجة بايدك ولا بايده يا بنتي؟ دي حاجة بتاعت ربنا. ايوه بس انا اعمل ايه بس يابا؟ هو شرط عليا من بعد ما جبنا محمود اننا ما نجيبش عيال تاني ابدا. ليه بقى؟ اهو بيقول ان احنا يعني لسه في اول حياتنا وان العيال تربيتهم مش بالساهل ومحتاجين مصاريف كتير قوي. الكلام ده كان زمان لما كان مش لاقي شغل وكنا بنصرف عليه، لكن دلوقتي قشيته بقت معدن، بقى مشهور وبيكسب. حجته ايه بقى؟ لازم تقولي له يا سعديه. ده انت بقالك 3 اشهر مش معقول تفضلي مخبيه عليه لغايه دلوقتي يا بنتي. الشقه عجبتك يا احمد؟ قوي قوي يا سعادة الباشا، الحقيقة أنا مش عارف أشكر فضل سعادتك إزاي. المهم إنك تكون مرتاح علشان تعرف تعمل لنا شغل كويس.
يا سعادة الباشا، احنا في خدمة سعادتك سواء كنا مرتاحين او تعبانين. انا اللي بيعجبني فيك اخلاصك في شغلك. مش ممكن يا سعادة الباشا واحد يشتغل مع سعادتك وما يتعلمش الاخلاص في الشغل. امال خيري خاني ليه؟ للاسف يا سعادة الباشا، الاستاذ خيري عض الايد اللي اتمدت له بالخير، الطمع ملان. يعني هو كان راغب باشا هيديله اكتر من اللي كنت بديهوله؟ كل الحكايه ان واحد خاين، الخيانه بتغلي في عروقه. يا سعاده الباشا بلاش تعكر دمك، احنا ملناش غير سعادتك، انساه يا فندم انساه خالص. انساه ازاي وهو كل يوم بيهاجمني على صفحات الجرايد؟ ما احنا يا سعاده الباشا بنرد عليه. انا عايزك ترد عليه اعنف من كده. الاشكال اللي زي دي ما ينفعش معاها اللين. هو من سعادتك يا سعاده الباشا، اقرا سعادتك مقاله بكره، انا هكشف كل المسطور. لو خليته يمسك قلم بعد كده ما بقاش انا احمد لطفي. اما انا يا جمال شفت لك عروسه، انما ايه تجنن؟ جمال ايه وشياكه ايه وبنت ناس وخريجه الجامعه الامريكيه. شفتيها فين بقى العروسه اللقطه دي؟ عندي دوله تاني. البنت اول ما عرفت ان والده جمال رشدي جت تجري عليا وقالت لي انها معجبه جدا بكتاباتك ونفسها قوي تشوفك عشان تناقشك فيها. قلت لها ايه؟ عزمتها على الشاي النهارده. كده على طول؟ طبعا، امال هستنى ايه؟ خير البر عاجله. انا هلاقي عروسه اجمل من كده فين؟ وانا هلاقي ام احسن من كده فين؟ انا ما اقدرش استغنى عنك ابدا. ما انت مش هتستغنى عني، انت هتجيبها تعيش هنا معانا. انت ملكة البيت ده، ملكة البيت ده بلا منازع، مولاتي، مولاتي اللي هفضل مديون لها طول عمري. كان لازم تعرف الإجابة على سؤالك ده لوحدك قبل ما تجيلي. الحقيقة إني حاولت أدور على سبب واحد مقنع يعزينا على تعبي اللي بذلته في التحقيق، لكن للأسف ما لقيتش. عاوز تقول إيه؟ عاوز تقول إن أنا متعسف؟ يا فندم أنا ما قلتش كده. أنا جاي أسأل سيادتك عن السبب بعد ما فشلت أنا في معرفته بنفسي. يا أفندي الجورنال ده ماشي على سياسة ثابتة، كلنا ملتزمين بيها، يعني مش ممكن حد يحيد عنها. أنا يا فندم ما خرجتش عنها. بقول لك إيه؟ أنا مش فاضي أمثالك، مفيش وقت أناقشك. عندك مدير التحرير، اتفضل روح له يلا. بتقولي حامل؟ أيوه. وكمان بتقولي أيوه؟ الله، أمال اللي عايزني أقول لك إيه؟ مش هي دي الحقيقة؟ ازاي ده حصل؟ امر الله ونعم بالله. بس انت لازم تخلصي من الحمل ده. اخلص منه؟ ايوه، انت سمعت اللي انا قلته، لازم تخلصي منه واشعكي، مفهوم ولا لا؟ يعني هنفضل ساكتين كده خالص ما نعرفش عنه حاجه؟ هو احنا كنا ربناه وعلمناه عشان ما يسألش عنني؟ قول لي يا محمد يا ابني، هو مش استوصف وبقى بيقبض؟ ايوه يابا. الله، امال سيبنا عايشين العيشه دي ليه؟ سيبني افلح في ارض الناس وناكل اللي بيصدقوا بيه علينا ليه؟ اخواتك دول ذنبهم ايه يفضلوا يخدموا في بيوت الناس؟ واحنا اللي كنا فاكرين عايز سفيتنا وهمينا ولبسنا اللي عملنا ما لبسناه. ده ميت بخيل، كنا فاكرين هنتجوز احسن جوازه في البلد. ايوه على حس الاستاذ زميل بختنا ياما. وجرى ايه يا ولاد؟ مش يمكن عنده حاجه في شغله؟ ايه ده احمد طيب وحنين وبيحبني. احمد ما بيحبش الا نفسه ياما، ما بيشوفش الا احمد وبس. يا ابني ما تظلمهوش. ايه حد عارف ظروفه ايه دلوقتي؟ مش يمكن ما معهوش فلوس ومكسوف يجي؟ طب يبعت يقول لنا، ده من يوم ما استوصف ما جالناش منه غير جواب واحد. احمد مش محتاج لنا يابا، احمد عنده اكتر منا بكتير، ده عايزنا نقطع من قوتنا ونديله زي ما بتقول. الله، طب ما بيسالش علينا ليه؟ ما بيبعتلناش فلوس ليه؟ قول لي يا ابني، هو مش بيكسب كويس من وظيفته؟ ده اللي هنعرفه لما يرجع عالج ابويا جعفر من مصر. هو قال انه هيروح له ويقابله ويعرف ايه حكايته. برافو يا احمد، انت صحفي ممتاز. العفو يا سعاده الباشا، ده انا تلميذ سعادتك، وبعدين احنا بنستقي من قلم سعادتك الخبره والتجربه يا سعاده الباشا. اقعد يا احمد، اقعد. شكرا يا فندم.
الحقيقة يا سعادة الباشا أنا كان ليا طلب عند سعادتك بس مكسوف. مكسوف؟ أحمد لطفي صاحب القلم الجريء مكسوف؟ ده كلام؟ قول يا أحمد عايز إيه؟ هو إحنا يا سعادة الباشا وبدون إحراج يا ريت سعادتك تتعطف وتصدر أمرك السامي في الجورنال يدوني سلفة عشان أشتري عربية. أنت ما عندكش عربية؟ للأسف لا يا سعادة الباشا. أمال بتقضي مشاويرك إزاي؟ أهو في المواصلات العامة يا فندم. رفعت تعال عايزك. بتقول مواصلات؟ آه والله يا سعادة الباشا في المواصلات. وبعدين سعادتك عارف إن مهنتنا هي مهنة البحث عن المتاعب والتنطيط والجري من هنا لهنا، فهعمل إيه يا فندم؟ يا فندم سعادة الباشا تشتري عربية لجريدة الصباح وتكتبها باسم أحمد لطفي. حاضر يا فندم. بارك الله فيك يا سعادة الباشا. أكثر الله من ذلك. طيب أنا هستأذن سعادتك بقى علشان ألحق أوصل لإدارة الجورنال علشان أكتب وصل أمانة بثمن العربية. وصل أمانة إيه يا راجل؟ دي هدية مني ليك، مكافأة إخلاصك ليه. ده بيقول إنه من البلد يا فندم. أنهي بلد؟ بلد سعادتك. من بلدنا احنا؟ وده اسمه ايه ده ان شاء الله؟ علي جعفر امين. علي جعفر؟ علي جعفر. على كل حال شوفه عايز ايه واديله اللي هو عايزه. بس ده كان عايز يقابل سعادتك شخصيا يا فندم. يعني شايفني فاضي اهو فوزي عشان اقابل حد دلوقتي؟ انا قلت له كده بس قال ان والد سعادتك هو اللي بعته. طب اسمع اديله الظرف ده وقول له انا مش فاضي. بالسلام. حاضر يا فندم. هاي فوزي احمد موجود؟ ايوه هان اتفضلي. وبدي الظرف ده لوالده. بس انا كنت عايز اقابله ضروري. والده محلفني موصيني اني لازم اقابله شخصية. بقول لك ايه؟ الاستاذ مش فاضي. الله، امال الست دي لما دخلت ما قلتلهاش كده ليه؟ عنده معاها شغل يا اخي. ما هو ده شغله برضه. انت ما بتفهمش ليه؟ ده شغل وده شغل. يا سعد رحت للدكتور؟ ايوه رحت له. هعمل لك العمليه امتى؟ لا ما رضاش. يعني ايه ما رضاش؟ ما هو اصله قال لي انت حامل في 14 والعمليه دي تبقى خطر قوي عشانك. يا سلام، وانت فاكره انك بالطريقه دي بقى هتقدري تكلبشيني؟ تبقي واهمه. اوعى من وشك مش حاطط حته انت فيها قوي. لا يا احمد، لا علشان خاطري ما تزعلش نفسك. خلاص خلاص انا عشان خاطرك هعمل العمليه. خاطر مش مهم. قلت لك اوعي.